يا جماعة الخير، الطفل الطبيعي انولد في مستشفى، إذا مرة 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 في البيت. أنا انولدت في حوش، ما أدري أنا طفل ولا تيس. المهم يا جماعة، انولدت، أمي مسكتني طلت فوق قالت الحمد لله الذي عافانا. دخل أبوي قال لها بشرين ها ولد ولا بنت؟ قالت له والله شيء غريب، ما أدري هذا ولد ولا بنت ولا الزايدة طاحت. فجاء ابوي يمسكني ابتسم قال لي الدكتور ما يمديني نبدل. يا جماعه الخير، وانا طفل امنيتي كانت يعني زي امنيه اي طفل اني اكل سريلاك بالقمح ولا بالشعير ولا حتى ذاك الرخيص اللي بالعسل. يا جماعه انا كانوا يحطوا لي في الرضاعه قلابه. يا جماعه الخير، خلوكم من الاكل الملابس. تخيلوا امنيتي كانت البس بربتوز او بامرز. تخيلوا طفل عمره يومين لابس درش